يا أخوان الله يجزاكم خير، كل بيت لازم فيه طفايات حريق، كثير يهمل، كثير من الناس يهمل. طيب هذه بودرة ترى سعرها ب70 80 ريال، افتح محرك البحث وابحث طفاية حريق بودرة، مندوب يجيبها لحد بيتك. زين خذ لك ثنتين يا مال الغنيمة، واحدة بالدور الأول واحدة بالدور الأرضي حول المطبخ. زين ترى يبغى لها صيانة كل فترة، أنا خبرنا على 6 شهور، تكلم نفس المندوب ويجي ياخذها يروح يسوي لها صيانة ويرجعها لك ويحط لك استيكر اللي عليها أنها سوي لها صيانة، ودرب أهلك يا مال الغنيمة عليهن، مو فعليا نظريا لها بتوسخ البيت. قل لهم قلت تسحبون هذه وتوجهون اللي على الفوهة، وجهوها على الحريق وكونوا على بعد 1.5 متر 2 متر حسب ما يستوجب الموقف، واضغطوا عاد هو إذا ضغط بيلف، يمكن لا تصير أنت حول المرأة وهي تبخ لياها تعاف لك. إذا صرت أنت فيها أنت سوها يا بالحابس، وجهه وطف الحرائق لا تستهنون، بيجي يوم راح تستفيدون منها. شوفوا عندي الضغط نازل أنا هنا، هذه بعد الله سبحانه أنقذتني من حريق في المنزل، بالتوفيق.